السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نكملوا الشرح ديال لو غومو لا بوتا ميرفيد واحمد الصفريوي، وبالضبط غادي نبداو شابيتر جديد اللي هو لو شابيتر 9. كيف شفتوا في الفيديو السابق درت لكم سالي الشرح ديال لو شابيتر 8 ودرت لكم الاسئله ديالو، ودابا غنبداو شابيتر جديد ان فوا غادي نسالي وغندير لكم الاسئله ديالو. المهم غنحاول نشرح لو ماكسيموم في هذا الفيديو باش ما نطولش هذا لو شابيتر اكثر من الاول. نتمنى انكم نتوما ما تبخلوش عليا بجيم بارطاج 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 مع الاصدقاء ديالكم، ودعوة الاب ديالي وجميع الاباء ديال المسلمين بالرحمه والمغفره. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي ما لحقتيش هاد البارتيه ما لحقتيش هاد البارتيه، راه الفيسبوك ما بقاش كيبغي انني نبارطاجي بزاف ديال لي فيديو ديال لاشين ديالي، دونك نتوما ما تبقاوش تسناوني انني نبوستي داكشي الجديد اللي كنلوح ديال لي فيديو في لاباج فيسبوك. دخلوا لاشين كل نهار غتلقاو فيديو ولا جوج ديال لي فيديو جداد بالخصوص ديال كاع داكشي اللي كطلبوا مني. المهم نبداو على بركه الله الشرح ديال هاد لو شابيتر هذا. إن غيا مونجي دو بويسون ديجوني ديغ، ما كاين حتى شي حاجه من الفطور ديال البارح. شكون هو سيدي محمد؟ شفنا ان سيدي محمد واخا ما كانش مريض، مرضات ولا زبيده بداك الحزن ديالها وداك التعاويد على داكشي السيء اللي وقع عليهم بسبب ديال دوك جوج دبالج اللي شرا لها المعلم عبد السلام والضرب بسبب ديالهم مع داك الدلال. ولا عائشه هي بدات كتشكي على الصديقه ديالها للزبيده، حيت مولاي العربي العلوي قرر انه يتزوج عليها بنت لافي دو كوافور. المهم واخا ما طلقهاش، المهم قرر انه يتزوج عليها. داكشي كامل رجع سيدي محمد مريض. المهم سيدي محمد ما كان حتى شي حاجه من الفطور ديال البارح. cette phrase prononcée dans un soupir suffit pour me réveiller، قال لك هاد الجمله هادي قالتها الام ديالي وهي كتنهد، وكانت كافيه هاد الجمله باش انها تفيقني. une pénombre dense remplissait notre chambre، قال لك واحد الظلام اللي هو قاتل عمر داك البيت ديالنا اللي كاين في الدوزيام ايطاج. ما مير شوتي، ماما كدوي مع شي واحد كتوشوش. elle s'adressait à une silhouette indécise debout au milieu de la pièce، ماما كتهمس لواحد الخيال كاين في داك الحيطه، داك الخيال غير واضح يعني ما عرفوش سيدي محمد. وهاد الخيال هذا دوبو او ميليو دو لا بيس، يعني كان واقف وسط الغرفه ومع كاين ظلام سيدي محمد ما عرفش لالا زبيده مع من داويه. لا فورم نو بوجي با، هاد الخيال اللي كاين في الحيط ما كانش كيتحرك. ان فاغ ميغميغ سو ايشابي دو طون ا اوتر، واحد هاد الخيال هذا كان يعني كيخرج من الفم ديالو واحد الهمسات واحد التويشويش من حين الى اخر. دي سيلاب دي بورفو دو سونس مي بارفوني دون مون لي، واحد المقاطع ديال الكلمات اللي ما كانش عندهم معنى كانوا كيوصلوا حتى الفراش ديالي حتى الناموسيه ديالي. لي دو فورم ما بوندونير، يعني لي دو فورم شكون داك الخيال اللي كان في الحيط ديال داك الشخص ولا ديك السيده اللي داويه مع ماما، وماما نيت. جي سييدو بوجي، حاولت انني نتحرك. لو طومبور كي باتي دون مون كران غودو بلا داردور، داك الطبل اللي كان كيسمع في الراس ديالو الخبيط، داك الزنزين اللي كان في الراس ديال سيدي محمد، مني هو بغى يتحرك زادت الشده ديالو ولا زاد الخبيط ديالو. il se mêla à l'ombre des traînées impalpables de cendres rouges، وهادشي هذا يعني تخلط ولا تخلط على سيدي محمد ولا بحال واحد الظل اللي فيه واحد الخطوطه بحال الفاخر الاحمر، يعني بحال ما كتكون شعلتي الفاخر، الفاخر كيولي لون ديالو احمر ملي كتشد فيه العافيه. une de minuscules étincelles tournoie autour de mon visage، واحد السحابه ديال دوك الشرارات ديال العافيه دارت على الوجه ديالي. سيلونسيوز اي فخواد، يعني صامته وبارده. ال ترانسفورمي لو ديكور كي ميتي فاميلي اون اون اتموسفير ايغيال، هادشي كامل اللي جا قدام الوجه ديالي حول هاد الديكور اللي كان في الغرفه، الديكور اللي كان عادي حولو لواحد الجو اللي هو غير حقيقي. une douleur sourde se propagea dans mes os et me tira un gémissement، قال لك هاد الالام كامله، هاد الالام اللي زعما ما كديرش الصوت وكتضرني انتشرات في الاعضاء ديالي في الجسد ديالي كامل، يعني ملي انتشرات خرجت. سيدي محمد دار واحد الصوت بحال زعما كيتفوه. مامي غوفيا، ماما عاود رجعت عندي. سابروشا ابا فورتيف دو مون، اللي قربات واحد الخطوات يعني بشويه، ما دارتش الصوت الفراش ديالي الناموسيه ديالي. se pencha légèrement sur moi، يعني تحنات تحدرات بشويه عندي. اي غيستا دون سيت اتيتود ان لونغ مومون، بقات في هذه الوضعيه هذه مده طويله.
سي سيلونسيوز كان نو سومبلي با ريسبيري وكان زعما ساكته بزاف يعني ما كتدويش بحال ما كتنفس يعني حتى النفس ديالها ما كانش كيتسمع الفورمي دو فو ميزيو يعني الام ديالي من تحنات عندي وهي ساكته ما كتحركش النفس ديالها زعما يعني ما بقاتش كتحرك حتى لدرجه ان النفس ما بقاتش كتسمع هادشي كامل شكل قدام الاعين ديالي اين ماس نوار يعني واحد الكومه ديال شي حاجه الكومه كحله وكونتور بوليشو يعني بحال كنقولوا شعكاكه شعكاكه المهم ديال الشعر شعر كحل قدام عيني جو ماتوندي على فوار سي فيولوشي اي سو ديسودغ على اكزومبل دو سي فونتوم كي مو فيزيتي بارمي نوي دان زومني وكان كينتظر ان هادشي هذا زعما الخيال ديال مول هادشي هذا اللي كيبان ليه في الظلام انه يتلاشى انه يدوب يعني بحال دوك الاشباح اللي كانوا كيزوروه في الاحلام ديالو يعني في النعاس ديالو الفيني بار سوبيري اي روكيلا دان با يعني انتهت الام ديالي انها تنهدات في الاخير يعني بقات محنيه عدو داكشي ولاني في الاخر تنهدات ورجعات بخطوه اللور جو سوي ريفي لوي ديج قلت لي راني فقت مي جي مال وني باقي كنحس براسي عيان سو لا فا ميو بويسكو تي مو بارل قلت لي غير مني دويتي معايا راك دابا راك وليتي مزيان بوغوا فيتيل سي سومبغ دومونديج قلت لي علاش زعما سولت علاش هاد البيت ديالنا مظلم سي لو سوا ريبوندي ماما قالت لي دابا راه المساء جو ني با فولو اليمي لا لون بور نو با جيني طون سومي قالت لي ما بغيتش نشعل ديك البوله وداكشي باش ما نخسرش لك النعاس ديالكم وما نبسطكش شويا اي لا فيفور توت لا نوي ديرنيير اي توت لا ماتيني قالت لي راه كانت فيك السخانه الليل كامل والصباح كامل مي زيو نو با سيسي دو كولي الاعيون ديالي ما حبسوش من الدموع هيلاس مي لارم نو بوف سولاجي تا سوفرونس قالت لي ولاني للاسف الدموع ديالي ما يقدروش انهم يداويو المعاناه ديالك يعني لالا زبيده بقات كتبكي بسبب ديال انه ولدها مريض قال لي جي فاره في الجوع فوالا اين بون نوفيل لونجا ديو قالت لي هذا خبر زوين الحمد لله جو في تو شيرشي ان بول دو بويون قالت لي ها انت بقى انا غنمشي نقلب لك على شي جبانيه ديال الحسوه الموكيتا المومو خلاتني لواحد اللحظه لو بول دو بويون كان ما بورتا ريستا سور مي جون و كالكو مينوت هذيك الجبانيه ديال الحسوه اللي جابت لي بقات على الرجلين ديال سيدي محمد لواحد المده rien que l'odeur de la nourriture me soulevait le corps قال لك غير ديك الريحه ديال الماكله يعني قلعات ليه القلب ديالو مامير ميكزورتا اون فان ا اي غوتي ماما بقات عليا زعما كتحضرني وكتلح عليا باش نذوق هاد الحساء هذا قال ما في سوتوني لو كور على دو كوسين يعني جلساتو فداك الناموسيه ديالو وقعداتو باش ياكل ودارت ليه لوسيد لا بيس غولا جبانية اللي جابت ليه مو فيه حسوة ظهرت طونغا في امبورتي اترافيرس لسباس عودات تاني تشعل بات وتهزات مرة اخرى في السماء تورنو سيغ الماء وبقات كدور جبانية على راسها سيبيسون لا لوا اميابل ديزاستر اي دي ميتيور وبقات هاد الجبانية ملي بقات كدور يعني بحال خضعات لذاك القانون ديال الكواكب ما مير او جوست لو طون دو راتخابي لو بول ماما كان عندها الوقت فقط انها تشد ديك الجبانيه كي كومونسي ا سو ريبوندغ سوغ لي كوفرتور لي صافي زعما داكشي لي فيها راك باتو وتكب على الفريش اي مالون جا افيك دان ديفيني بريكوسيون يعني لالا زبيده ما عايرات وما والو واخا تكبات الجبانيه المهم عتقات باش ما تهرش وداكشي وغطات سيدي محمد بواحد الانتباه بزاف لي باتمون دو طومبور سو مون كران سيكزابيري وهداك الخبيط اللي كان في الجمجمه ديالي وداك الطنطين يعني بحال شي واحد كيضرب في الطبل عاود زاد تاني بالجهد لي زوبجي بو ا بو نو بارتي بلو على ديريف والاشياء يعني بشويه بشويه ما بقاتش يعني ما بقاتش كتحول يعني ما بقاتش كدور ما مير فان ساسوار نو نو دو مون لو سور ان ماتلا تريبا وماما ما بعداتش عليا بقات جالسه فواحد السداري اللي محدو يعني وما بعيداش عليا بزاف لا فام دو فابريكون دو شارو لانتربولا مرت صانع المحاريت ليا رحمه بدات كتعيط على ماما زبيده كومون فا سيدي محمد زبيده كيف بقى سيدي محمد كوفغ لو بيا اي دو لوي ابواغ دو تي شو قالت لي شوفي غطيه مزيان وعطيه يشرب اتاي سخون سون دوت اتيل اتخابي فخوا قالت لي بدون شك غيكون ضربو البرد
فاطمه انترفيان دو سافونيتر وفاطمه بزويه اللي قاسمه معاهم نفس ليطاج. رحمه ساكنه في البرومي ايطاج بوحدها وفاطمه بزويه ساكنه معاهم في نفس ليطاج. فاطمه بزويه دارت حتى هي يعني وقفات حتى هي في داك الشرجم ديالها. جو كرو بليتو كي سوفر دون انسولاسيون قالت ليه واقيله غتكون هذه شي ضربه ديال الشمس اللي دارت لي هذه الحاله. il faudra lui entourer la tête des corps قالت ليه شوفي خصك ديري لي زعما دوك الطرونشات دوك الدوارات ديال دو سيترون ديال الحامض في الراس ديالو اي دو فوي دو مونت وريقات ديال النعناع يعني باش تهبط ليه السخانه وداك الشيء. قالت ليه ديري ليه الحامض والاوراق ديال النعناع. Vous avez peut-être raison toutes les deux, mais sûr que les avocats ont comme le droit de juger. Mais si Dieu ne donne pas cela, j'ai ces souffrances au nerf. Il me brasse, il ouvre une ligne. Had, zame le mouanet. Diana, il fait faire tous mes soins resteront superflus. Had, l'inaya diali ou tchikamel, ma réponse en domaine. J'essayerai tous les remèdes pour hâter la guérison de mon enfant. Alors qu'on a un jarab gar le wasafet, mais je n'ai ni sera fait l'ilage diel ibn diel. Mon père s'annonça à la porte d'entrée de la maison. يعني بابا علم باللي كاين في الباب ديال دار الشوافة كيدير الصوت يعني إلا كانت شي مرا ولا العيالات كيتحتوا بيناتهم في الدروج يحيدوا. Il arrivait plus tôt que d'habitude. اليوم جا بكري يعني موالف كيجي من ورا الصلاة ديال العشاء ولكن اليوم جا بكري. Pendant qu'il grimpait l'escalier, ملي كان كيتسلق وطالع في الدروج, ma mère s'empressait d'allumer la lampe à pétrole. ماما مشات كتزرب باش تشعل ديك البولة. Notre chambre fut inondée de lumière jaune. البيت ديالي يعني فاضوا فيه واحد الاضواء وداك الشيء. مون بير اونترا بابا دخل البيت ديالنا. il va se pencher sur moi. حنا عندي ses orbites creusées de trous noirs dans son visage qui me paraît pâle et fatigué. ودوك لي سير اللي كيكونوا تحت العينين شي واحد اللي كيكون كيسهر بزاف كي تحت عينيه كيكون زرق. قال لك تحت العينين ديال المعلم عبد السلام يعني كحلين وبحال محفرين وداك الشيء من التعب والوجه ديالو باين عليه التعب والعيان. il me touche doucement le front قاس ليا الجبهه ديالي بلطافه وشال لا تيت وحرك الراس ديالو اي مو تورنا لو دو سون ريادي وعطاني بالظهر بلا ما يقول ليا حتى شي حاجه. ما بير ديسبوزا لا بيتي طابل باس بور لو ديني. ماما وجدات ديك الطابله الحاضره باش نتعشاو. Ce fut, je crois, le dîner le plus triste de leur vie. Et ça, c'est ce qu'on voit à chaque fois dans leur vie complète. Dans mon lit, dans le frère de la série de la vie, j'apercevais le plat de faïence brune. Mais il y a des tassiers de la vie, ramadi, qui sont mis sur la table. Je n'arrivais pas à identifier la nourriture qui s'y trouvait. On ne savait pas ce qu'on dirait. Il y a des tassiers de la vie, on ne savait pas ce qu'on dirait. Je savais qu'il y avait une sauce au safran. عرفت انا هاد الطبسيله دار فيه واحد لاصوص فيه المرقه بالزعفران دي ليغوم اي دو لا فيوند وفيه الخضره وفيه حتى اللحم. لودور دو سافران مو دوني دي نوزي والريحه ديال الزعفران يعني جابت ليا كي كنقولوا حنا التقيه. مون بير اي ما مير شاكا ابيمي دون سي بونسي. ماما وبابا بجوج غارقين في الافكار ديالهم. نو مونجي با وما كياكلوا حتى شي حاجه. نو بارلي با وما كيدويوش يعني الطبسيل قدامهم العشاء قدامهم ما كيدويوش كل واحد ساهي كيفكر في داكشي ديالو. لو شا دو زينب سورجي دو لانفيزيبل. القط ديال زينب اتبان ما عرفناش منين جا. سافونسا ا با فوتخي دو لا طابل. بدا كيقرب واحد الخطوات بشويه للطابله ديالنا. روغاردا لي فورم ايموبيل دي دو كونفيف اي ميولا دي طونمو. يعني بقى كيشوف هاد لي فورم ايموبيل يعني هاد الام ديالي والاب ديالي اللي ما كيتحركوش. وبدا كيدير داك الصوت ديالو والمواء ديالو وهو مدهز زعما هاد القط هذا. اي ميولا تيميدمون كيدير داك الصوت زعما هو حشمان. دير فوا بلانتيف واحد الصوت اللي فيه الشكوى. سوغون سا كو اونتر سي بات دو ديغيغ ودي ديالو راه كاين يعني ورا ديال الرجلين ديالو اي غونطخون سون كو دون سي زيبول ومدخل العنق ديالو في الاكتاف ديالو هاد القط هاد. صوميول مو سي توفا دون لاتموسفيغ كوم دون زان طونبون دو كوطون. وداك الصوت ديال القط هو تخنق يعني بحال الا شديتي وسديتي ليه فمو بسكوت ولا بشي حاجه يعني بحال سديتي ليه فمو بواحد الغلاقه ديال القطن. La frayeur s'empara de lui ou le خوف يعني سيطر على هذا القط هذا. Il écarquilla ses yeux jaunes ويحل دوك العينين ديالو الصفرين.
rabattit ses oreilles en arrière ou jmaa wdni lor kracha un horrible jurant ou ykharj men lfom dialo zama bhal bhal sbhom zama et son ala tout poil donc msha w kharj bsoura lbar yani dkhal lqa ghasmtou lhuzn w dakchi tamal lmushfam w dak tkharba w ykharj w khlahom. Mes parents n'avaient pas remué le petit doigt ou les yeux, mais ils ont fait un petit doigt, ils ont fait un n'avaient pas ouvert la bouche, mais ils ont fait un. Une angoisse de fin du monde s'absentit sur toute chose, ou un القلق, يعني بحال النهاية ديال العالم تقلع على كل شيء في الدار. Je fondis en sanglots, ça fait un nbda, يعني بديت كنبكي ولا دبت في البكاء. Mon père se secoua de sa torpeur, baba kharj men dak tsoubat dialo dik l'inghimas dialo fi l'afkar dialo dik kan ghir sahi et me demanda ou souwni ouais tu es mal mon enfant fin chnou li darak awlidi tu ok ton je lui répondu ana baqi kant nakhs jawb tu je n'ai pas mal mais pourquoi ne parlez-vous pas li ana ma darani hatta shi haja wni علاش nta ma kadouish ma kadouish ma ba'diyatkom. Nous n'avons rien à dire, repose-toi et ne pleure plus. Gali, ma adna ma n'goulo non maman. Rir n'terte, ou ma tubqas chibki. Ma mère se réveilla à son tour, maman taille faqat min dak l'gilba dielha, prit la table, zed dik table et se dirigea vers sa cuisine ou mchiat la cuisine. Elle revint les mains chargées du plateau, maman rajaat dat table ou rajaat hazza sinia. Et des verres pour le thé qui s'en allait avant le thé. Elle trouva mon père debout, le قاتل الأب ديالي واقف, se préparant déjà pour dormir, qui وجد راسو باش ينعس, يعني مسامح في آتي, مسامح في كل شيء. في العادة ديالهم أنهم هما كياكلوا, كيتعشاو ومن بعد كيشربوا آتي, وني دابا ملي مشات ليلى زبيدة تجيب آتي, كيف العادة لقات سيدي عبد السلام واقف. Tu ne prends pas de thé, lui demanda ma mère. قالت لي واش ما بقيتيش باغي تشرب آتي؟ باغي شي آتي؟ Non, galé me bariche. Et dorénavant, tu feras attention à ne pas trop gaspiller ton sucre. Galé, ou l'aïné, aslan, khassak, mais l'y oumat ou l'y trot dil bel, dial kmzien, anna ki mat kaj d'ayri soukar. Suis-je une femme qui gaspille? La mère, anna, mara li kaddaye. Moubaddire zama. Telle n'est pas ma pensée, galé, mais chiet, chien, l'aksat. Je veux simplement te dire qu'à partir de demain, il ne sera difficile d'avoir du sucre et de thé tous les jours. Elle a فقط بغيت نعلمك انه من غدا ان شاء الله ما غيولي عندنا صعوبه اننا زعما نوفروا السكر واتاي ديال كاع ليامات, يعني الوضعيه الماليه ديالنا راه ما هياش. ما بير دو فان توت بال ماما صافي ملي قال لي هذه الجمله ولات صفرة كاملة. جو فري غران مي زيو بور نو ريان بيردر دو لاسين, حليت عينيا مزيان باش ما نضيع حتى شي مشهد. إل بوزا لو بلاطو, حطات لو بلاطو الأم ديالي, سو غودغيسا عاوتاني وقفات, غوكاردا مون بيغ بيان أون فاس وبقات كتشوف المعلم عبد السلام, يعني كانت هازة البلاطو حطاتو عاود وقفات وبقات كتحنزص في المعلم عبد السلام مني قال ليها ما تبقايش تعمري أتي بزاف, زعما ما تبقايش تضيعي أتي. Je pressens un grand malheur, dit-elle d'une voix brisée. قالت لي شوف كنحس بواحد الالم كبير, قالت هادشي بواحد الصوت اللي هو زعما مجروح, يعني كتحس براسها مزيانه لاله زبيده. Mon père resta silencieux, الاب ديالي بقى ساكت. لي بوبيير بيسي والاعيون ديالو في الارض. بروسكومون فجاه ان كلاكمون سونور مو في سورسوتي دون مون لي, واحد تصرفيقه يعني تسمعات وقفزاتني من فوق الناموسيه ديالي. مو تيغا ان جيميسمون دو لو, خرجت مني واحد يعني واحد التأوه ديال الألم. ما ميغ سيتي ابليكي سوغ لي جو, ماما صافي زعما ضربات الحنات ديالها بسي دو ما بإيديها بجوج افيك لا فورس دو ديزيسبواغ, بداك الجهد ديال انها صافي يعني فقدات الأمل ومعصبة وكلشي صمكات راسها. Elle s'assit à même le sol où elle s'était mubashara ala l'ard, s'acharna sur son visage, se griffa, se tira les cheveux, sans proférer une parole. يعني قال سلال الزبيدة على الأرض مباشرة, كتندب يعني كتجبد في الوجه ديالها وتندب وكتنجف شعرها بلا ما تقول حتى شي كلمة. Mon père se précipita pour lui, الأب ديالي بدا كيزرب باش يمشي عندها, pour lui retenir les mains باش يشد لها يديها ما تبقاش تصرفق في راسها وتندب. Il lui tire un bon moment, يعني بقاو لواحد المده وما يعني هو كيحيد ليها في يديه وهي كتصمك وهي كتندب وهي كتنتف, المهم بقى كيتصارع معاه باش تكالما شويه. ما ميرسي كخولا فاس كونتر تيغ, في الاخر ماما سخفات وتلاحت على الارض مباشره. اوفا موا المرا نو كران تو بلو لا كولير دو ديو, واش ما كتخافيش من ربي يغضب عليك؟ دي دوسمون مون بيغ قالها بشويه الاب ديالي.
اي كونفيونس اون سا ميزيريكورد تيقي في الرحمه ديال سيدي ربي ديو نو نوز ابوندونوغا با الله ما غاديش ينسانا سو كي نوز اغيف اغيف تو لي جوغ ا دي ميلي دو مسلمان داكشي اللي واقع لينا حنايا اليوم راه كيوقع للملايين تاع المسلمين لو كرويون اي سوف اي بروفي دائما المؤمن والمسلم راه ربي زعما كيختبرو في الدنيا J'ai perdu dans la couille des enchères où j'ai tout notre maigre capital. Il a choisi fait de sort de l'aile ou de chiffre fait de garas le mal de l'aile. Il y a un 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 mal de l'aile. J'avais mis l'argent dans un mouchoir. Il y a un mal de l'aile. J'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre. Il y a un mal de l'aile. كرويون لو غليسي دون ما ساكوش كنظن انني ملي بغيت ندير الفلوس في المشوار والمشوار بغيت نديرو في داك الساكوش داك الشاكوش اللي كانوا كيديروا بكري عاد راسي درتو في الشاكوش هو راه طاح في الارض ماميغ افي غولوفي لا تيت ان نو ديزي ريان ماما هزات راس ديالها وما كتقول حتى شي حاجه مون بيغ دو سافوا كان كونتيني الاب ديالي بالصوت ديالو الهادئ كمل الهضره ديالو بوركوا سولا مونتي علاش باغي كتنوحي وتندبي Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Enfin, ma mère sortit de son silence. Qu'allons-nous faire? Je vais travailler. Combien as-tu perdu? Tout mon fonds de roulement. Je n'ai pas même de quoi payer mon ouvrier qui n'a rien touché cette semaine. حتى باش نخلص داك الخادم ديالي اللي ما خلصوش وما عطيتو حتى ريال هاد السيمانه هادي جو دو اوسي ان مودو لوايي او بروبريتير دو لاتولي وباقي كيسالني كرا ديال الكرا لداك السيد مول المحل اللي كاري عنده انا داك لاتولي جو بونسي ريغلي توت سي ديت اي اشوتي دو كوطون كنفكر انني نخلص كاع هاد الكريديات اللي دات لي عليا ونشري القطن باش غادي نخدم لي مارشو نو بوغيتيل با تو فير كريدي قالت لي واش زعما دوك البيعه والشرايه مي زعما ما يسلفوك تي كوني اونورابلمون انت راك معروف زعما بالشرف وراك راجل مزيان جامي جو نو مي بي سوري جوسكا مون دي دو كوطون الان دو سي فولور عمرني وما ندصر هاد الشفاره هادو والبائعين وداكشي كيعتبروهم ما غير شفاره حيت كيغشوا داكشي عمرني ندصرهم ولا نتسلف من عندهم Je ne veux pas non plus de misérable salaire d'un ouvrier ou me bariche un ancien ou li khdam gadi ou n'achète un salaire ni m'a dit liya tchi haja, yani me bariche n'qbel salaire li m'a dit infal. Je suis un montagnard et un paysan, un a yani jbli ou men ou fellah. La saison de la moisson commence à peine, yani Allah le moussim dial l'hasad bda. On n'embauche des moissonneurs, on m'a dit qu'ils travaillent au l'hasada. J'irai travailler aux environs de Fès, je vais travailler dans le nord de Fès. بالنسبة لهاد البارتي هادي اللي كيدوي فيها المعلم عبد السلام على الزبيده على الفلوس اللي طاحوا ليه وعلى اشنو غير يدير من طاحوا ليه الفلوس هادشي كامل كانت حط في امتحانات جهويه وديجا خدمت معكم غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف دخلوا تفرجوا في هاد لو شابيتر ملي تفهموا دوزوا خدموا دوك الامتحانات باش تزكيو وتكابشيرو لي زانفورماسيون اللي كاينين في هاد الفصل هذا شو صغير ما بوندوني افيك ان انفو مالاد قالت لي دابا انت باغي تمشي تخدم في النواحي تاع فاس وكتجرى انك تخليني مع دري مريض سيدي محمد مريض وانت باغي تسافر بريفير اي تو مورير دو فام واش باغي تموتي بالجوع اي موري تو دوفونيغ ان اوبجي دو بيتي بور تي زامي اي تي فوازين واش باغي تولي ضحكه لصحاباتك وجاراتك جو سوري ا دو جور دو مارش دو لا فيل عندي يومين غنبقى نتمشى غنوصل لهاد النواحي تاع فاس باش نخدم سيدي محمد هي غاميو دو ما سيدي محمد راه غيولي بخير غدا فيه لوي اون سوب على مونت سوفاج ديري لي صوبه بالنعناع واحد النعناع في شكل كوفرو لو بيان افاك يل ترونسبير ابوندامون وغطيه مزيان باش يعرق وتفوتو السخانه اوجوردوي الى موان دو فيفر كولا نوي ديرني اليوم راه السخانه هبطات بالمقارنه مع البارح من هاد البارتي كانت حط هاد الامتحان هذا في الغيجيون ديال كازا راه ديجا خدمتو حتى هو باش تكونوا على بال C'est un châtiment de Dieu qui nous accable, le hada qadar d'Allah ou le hada hukm d'Allah, les sabna ma'adna min Dieu. Ce sont ces maudits bracelets qui ont semé le malheur dans notre maison. Pourquoi ne les vendrais-tu pas? Quand il y a des bracelets, les mêmes aussi, nous manigeons pour les nashoum, aux arbres, les nashoum, les nes, fdar d'yenna, les chma, tbi'oumj, ou tfakna minhoum. Je compte les vendre, rani anana win bihom. Je vous laisserai cet argent pour vous nourrir pendant mon absence. Ghanbi hada bracelet w hada flous dialhom ghankhalihom likom bach tchiishou bihom fi lghiab dialy.
دريس لو تينيو نغيستو فيدال دريس المتعلم ديال المعلم عسلام اللي فيه التونيا اللي خدام مع المعلم عسلام قال لها غيبقى وفي ليكم غيبقى وفي لينا il viendra tous les jours faire les courses غيجي كل نهار يبقى يتسخر لك وداكشي دون لوي ا مونجي يعطيه ياكل ان بيرسون راه ما عنده حتى شي حد مون بير سو روكوي ان مومون الاب ديالي بقى كيفكر لواحد اللحظه جو فو لي سوري سول بوندون ان مو غادي نخليكم بوحدكم لمده شهر جو طاشو غي دو نغيان ديبونسي دو مون سالير غنحاول انني ما نفق ما نخسر حتى ريال من السالير ديال الحصاد اللي غيعطيوني ما غن يعني غنجمع دوك الفلوس باش نقدروا نعيشوا il me sera possible de remettre l'atelier en marche dès mon retour باش نقدر انني نولي قادر انني نعاود نحل المحل ديالي مني نرجع من ويسالي الموسم ديال الحصاد يعني غيخدم شهر غيجمع دوك الفليسات وغادي يجي يعاود يحل المحل ديالو من جديد يعني داك راس المال اللي مشى ليه هو اللي غادي يجمع ملي غيمشي يخدم حصاد ولا لا زبيده وسيدي محمد غيبقاو يصرفوا من الفلوس ديال دوك الدبانج المنحوسين ان غرو سيلونس سيتابلي واحد الهدوء اللي هو ورسمت كبير سيطر على البيت ديالنا ان سيلونس لوغ مواطوي لو اي نوار كوم لا سوي واحد الصمت اللي هو ثقيل ورطب وكحل بحال بحال الفاخر بحال الحموم جي توفي بديت كنتخنق جو ديزيري دو توت مي فورس كون بورت كلاك تمنيت من كاع يعني تمنيت ورغبت ان بكاع القوه ديالي ان شي باب يدق في هاد الدار الشوافه كاين فوازين بوسا ان كري دو جوا او ان جي مي سون دو دولور شي جاره دير واحد الصوت تغوت سوا تغوت بالفرح سوا تغوت بالالم المهم نخرجوا من هاد الصمت الفظيع اللي كنعيشوا فيه que quelques événements extraordinaires sur 20 pour rompre cette angoisse ou les شي حدث يعني كيما كان حدث يوقع غريب يوقع باش يخرجنا من هاد القلق هذا اللي تحبسنا فيه جو فولي بارلي بغيت ندوي حتى انا ونخرجوا من هاد السيلونس ومن هاد الهدوء هذا اللي حنا فيه دير نيمبورت كيل سوتيز نقول اي تخربيقه مي ما غورج نو سورا اون بلانت اكسبيرا سور مي ليفر كنبغي ندوي القرجوطه ديالي كي كنقولوا حنا كتبقى لاصقه اون بلانت اكسبيرا سور مي ليفر واحد يعني باغي يتشكى ويدوي حتى هو ولكن يعني ما قادرش انه يخرج الهضره غنوقف في هاد البارتي هادي حيت صراحه والله الا سخفت مي انا حاولت انني نشرح لو ماكسيموم في هاد لا فيديو سناو الفيديو الماجي ان شاء الله اللي غادي نحاول نكمل فيه هاد لو شابيتر 9 ما تبخلوش عليا بجهه بارطاج 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 مع الاصدقاء ديالكم وكومونتير للتشجيع دعوة الاب ديالي وجميع الاباء ديال المسلمين بالرحمه والمغفره غنخلي لكم في لي كومونتير وفي الوصف غنخلي لكم ليان ديال الامتحانات اللي معلقين بهاد البارتي اللي شرحت سيروا خدموها باش تزيدوا 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 تعمروا ريوسكم بالمعلومات تاع هاد لو شابيتر ما تعرفوا يتحط نهار الامتحان الجهوي الى اللقاء الى بارتيه مقبله ان شاء الله.